احنا الشابتر الاولاني بيتكلم على الالكتروستاتيك اللي هي الكهربيه الساكنه. بندرس في الجزئيه ديت الالكتريك تشارج اللي هي الشحنات الكهربيه. الشحنات الكهربيه يا باشمهندس رمزها كيو، وحدة قياس الشحنة اليونت بتاعتها هي الكولوم. بس الكومن يونت بتاعتنا اليونت الأصلية هي الكولوم. الكومن يونت يعني الوحدة الشائعة الأكثر استخداما في بعض المسائل أو في الحياة العملية هي المايكرو كولوم رقم واحد، يليها النانو كولوم. المايكرو اللي 10 أس سالب 6، البيكو اللي هو 10 أس كام؟ أس سالب 9، يعني أنا بستخدم وحدات مصغرة للشحنة. يبقى وحدة قياس الشحنة هي الكولوم، لكن الشحنات أو الوحدات الأكثر شيوعاً بتبقى وحدة الكولوم بس مصغرة، مايكرو أو نانو. هندرس أول خاصية أو أول حاجة في الإلكتروستاتيك اللي هي الإلكترو ستاتيك فورس، القوة الكهروستاتيكية. لو فرضنا ان انا عندي في جسمين او شحنتين كيو واحد وكيو اتنين، في بين الشحنتين دول مسافة ار، بين الشحنتين مسافة ار. احنا كنا اخدنا قبل كده في الجاذبية في الكتل، لو انا عندي كتلتين بينشأ بينهما قوة يا جماعة طول تجاذب، وكنا بنقول ان القوة بتاعت التجاذب بين اي كتلتين جي حصل ضرب ام واحد في ام اتنين على ايه؟ على الار تربيع. طب في حالة الشحنات الكهربية الالكتريك تشارج بينشأ بين اي شحنتين قوة، القوة دي بتعتمد على حاجتين، على اشارة الشحنات وقيمتهم. فعلشان كده انا لما باجي احسب الفورس لازم احدد الماجنتيود المقدار بتاعها، ولازم اقدر احدد ايه يا جماعه اتجاهها اللي هي الدايركشن بتاعتها. هنبدا بالدايركشن. اتجاه القوه هتعتمد على اشاره الشحنات. ازاي؟ ان انا عندي رقم واحد اللايك تشارجز، اللايك تشارجز اللي هي الشحنات المتشابهة موجبة وموجبة أو سالبة وسالبة، بيحدث بينهما قوة تجاذب ولا قوة تنافر يا باشمهندس؟ لا، بيحدث بينهما قوة تنافر ريبالسيف. والأوبوزيت تشارجز الشحنات المختلفة بيحدث بينهما قوة يا جماعة؟ لو موجبة وسالبة بيحدث بينهما قوة تجاذب اتراكتيف. يبقى أنا عندي دلوقتي القوة اللي أنا بأثر بيها، بحدد اتجاه القوة عن طريق نوعها، هل هي قوة تجاذب ولا قوة يا جماعة تنافر. طيب ده كده المعلومة الأولى بالنسبة لنا. المعلومة الثانية، كيف يمكن حساب قيمة القوة؟ القوة الكهربية برمز لها بالرمز اف اي الكتروستاتيك فورس، هي عبارة عن حاصل ضرب كي كيو واحد كيو اتنين على ار تربيع. الكده اسمه ثابت كولوم، ده شبه الجي، كنا بنسميه ثابت ايه؟ ثابت ايه يا رجال؟ جذب العام. الكده ثابت كولوم بتسعة في عشرة اس تسعة ثابت في حاصل ضرب الشحنتين ابسوليوتلي. يعني ايه يا جماعه؟ مقدار. يعني لما باجي احط في قانون القوه الشحنه الاولى او الشحنه الثانيه ما بحطش الاشاره بتاعت الشحنات، بعوض بدون الاشاره على ار، ار اللي هي المسافه بين الشحنتين. الكي اساسه ثابت تاني، كان عباره عن ايه؟ واحد على أربعة باي ابسل نوت. ابسل نوت ده بنسميه البر مي معامل السماحية.
للفراغ قيمته ب 8.8 في 10 اس سالب 12. الخلاصة ان الكي ده ثابت ب 9 في 10 اس 9. كان اساسه ثابت تاني 1 على 4 باي ابسل نوت المعامل الايه السماحية. من الاخر هو الكي بكام يا جماعة؟ 9 في 10 اس كام؟ اس 9. يبقى انا كده الطرفين بتاعوت اي حل اي مسألة وانا بحلها حاجتين. بحدد الاتجاه عن طريق تجاذب ولا تنافر، وبحدد قيمة القوة عن طريق هذه الايه؟ المعادلة. حد ليه أي إشكال كده؟ الجزئية ديت؟ أي سؤال؟ هناخد مسألة على الكلام دوت. لو أنا أديتك يا باشمهندس كده مثلث متساوي الأضلاع. طول ضلعه 5 سنتي وحطيت 3 كتل او 3 شحنات، شحنه ب7 مايكرو، شحنه بموجب 3 مايكرو، شحنه بسالب 4 مايكرو، وقلت لك احسب لي القوه المحصله على الشحنه 7 مايكرو كولوم. احسب لي القوه المؤثره على ايه؟ على الشحنه كام يا جماعه؟ 7. ازاي احسب القوه هنا؟ اول حاجه هستخدم او احدد الدايركشن على الرسم. المسائل دي لازم ارسمها، ما ينفعش احلها بدون رسم، لازم اتخيل الشكل عشان ايه، لازم هيبقى في تحليل وفي توزيع للقوى وهكذا. فاول حاجه عندي، انا عندي كتله او جسم 7 عايز اجيب القوه عليه. الجسم ده هيتاثر بالقوه او بالجسم ده بقوه تانية. القوه بينهم هتبقى قوه تجاذب وقوه تنافر يا باشمهندس، موجب وموجب، تجاذب وتنافر، تنافر. فين خط عمل القوة؟ خط عمل القوة هنا، ده كده أو كده. القوة بتاعتي قوة تنافر، أنا عايز أجيب القوة على الجسم دوت بس. تجاذب ولا تنافر؟ ها؟ تنافر. يبقى يا جماعة الإيه؟ لأعلى. أتعامل مع الكتلة أو الجسم اللي أنا بجيب القوة عليه كأنه أوريجين. هو ده إيه؟ الأوريجين بتاع محور إكس واي بتاعي. يبقى في قوة بإف واحد، قيمة هذه القوة هتساوي كام؟ أحط قيمة القوة بكام يا رجالة؟ ها؟ 9 في 10 أس 9. القوة دي ناتجة ما بين 7 مايكرو وكام يا جماعة؟ و3. يبقى 7 مايكرو يعني في 10 سالب 6، 3 مايكرو 3 في 10 سالب 6، المسافة بينهم بكام يا جماعة؟ ب 5 من 100 تربيع. طبعا أحول من 5 سنتي لإيه؟ لمتر. معايا يا باشمهندس؟ طيب القوة ما بين 5 وسالب 4، تجاذب وتنافر يا باشمهندس؟ هتبقى ماشية ازاي؟ ها، لأعلى ولا لأسفل كده؟ لأسفل ولا لأعلى؟ لأسفل. مين اللي قال لأعلى يا جماعة؟ قوة تجاذب 7 هتروح لكام؟ لسالب 4. معايا كده؟ أنا هجيب القوة على 7 بس. طيب القوة المؤثرة على 7 اللي هي اف 2 القوة الثانية هتساوي كام؟ 9 في 10 اس 9. ها؟ أضرب اف إيه يا جماعة؟ 7 مايكرو في كام؟ حط سالب؟ لا مفيش هنا سالب. يبقى 7 في 10 اس سالب 6، 4 في 10 اس سالب 6، المسافة بينهم برضو بكام يا جماعة؟ ب 5 من 100 تربيع. أعمل إيه بعد كده؟ أجمع القوتين وخلاص ولا أعمل إيه؟ نحلل القوة. طيب دي بكام؟ دي بكام؟ طيب دي بكام؟ يبقى دي كام يا جماعه طول؟ 60. نحلل، يبقى دي اف 1 ديت كوزاين 60، اف 1 ساين 60. ها؟ اف 2 هتبقى هنا ايه يا جماعه؟ ردوا عليها كده. اف 2 ايه؟ كوزاين 60، وهنا ساين 60. أعمل إيه بعد كده؟ نعمل إيه؟ نجمع الإكس لوحده والواي لوحده. إف إكس بتساوي كام؟ الراجل اللي جنبك قول يا باشمهندس. تمام. الاتنين موجبتين، مش كده ولا إيه يا جماعة؟ ناحية الإكس الموجبة. طيب إف واي، تاني واحد في البنش، ها؟ على الحرف. تمام. الخطوة اللي بعد كده الراجل اللي وراك على طول، ها هنعمل ايه؟ نجمعهم؟
يبقى اف توتال بكام يا باشمهندس؟ اف اكس تربيع زائد. نقف على هنا ولا في حاجه ناقصه؟ نجيب السيتا. تمام، بكام السيتا يا جماعه؟ تان ماينس 1 ايه يا جماعه؟ دي كده المقدار، وده ايه يا جماعه؟ الايه؟ مقدار المحصله، وده اتجاهها يا جماعه الايه؟ المحصله. حد يعرف السيتا دي بتمثل ايه؟ زاويه ميل المحصله مع ايه؟ مع محور ايه؟ اكس. زاويه ميل المحصله مع محور اكس بتاعي. حد ليه كده سؤال؟ دي فكره اولى، انا هشتغل معاكم افكار، وانتوا تروحوا بقى في البيت تشوفوا الشيت، لو في مساله في الشيت صعبه نحلها، لكن افكار بنجمعها، ممكن نزود عن مسائل الايه؟ افكار الشيت. معايا؟ فدي فكره، ممكن نديه توزيع شحنات مختلف في مربع، في مستطيل، في مثلث قائم، يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل نفس الايه؟ نفس الخطوات. طيب، في فكره ثانيه يا باشمهندس؟ لو جه قال لي في مساله ادي محور اكس وادي الاوريجن وفي شحنه هنا كيو واحد مش مديني قيمتها وشحنه هنا كيو اتنين برضو مش مديني قيمتها، وقال لك لو كانت القوه المؤثره على شحنه موجب كيو، دي شحنه ثالثه يعني، القوة المؤثرة على الشحنة موجب كيو نتيجة كيو واحد وكيو اتنين، القوة دي بتساوي كام؟ صفر مثلا. أنا بديك فكرة برضو، راح مديني رسمة مجموعة شحنات وقال لك إيه؟ والله إذا كانت القوة على الشحنة الفلانية دي بتساوي صفر، جيب لي كذا، جيب لي حاجة. إذا كانت القوة على الشحنة الفلانية بتساوي صفر، أنا هعمل إيه يا باشمهندس؟ هروح جاي هنا كده، دي كده معادلة مكتملة ليها طرف يمين وليها طرف ايه يا جماعة؟ شمال. طرف اليمين بتاعها موجود، أعمل إيه أنا بقى في المسألة؟ أروح جايب إيه؟ الطرف الشمال، ومساويه بإيه يا جماعة بعد كده؟ طيب هو قال لك إن القوة المؤثرة على موجب كيو دي بتساوي صفر. طب هي موجب كيو دي موجودة عندي؟ لا. قال لك في المسألة إن موجب كيو دي موجودة عند نص إيه؟ عند إكس. بتساوي موجب نص ايه؟ فين موجب نص ايه هنا يا باشمهندس في المسألة؟ حددها لي كده يا باشمهندس. دي بزيرو، دي بايه، ودي بايه. فين نص ايه هنا يا شباب؟ فين يا جماعة؟ يمين ولا شمال أولاً؟ يمين. موجب يا ابني. يبقى يمين. وأحطها فين هنا الشحنة؟ في النص بالظبط. دي شحنة قيمتها كام يا جماعة؟ موجب كيو. المسافة دي بكام؟ ردوا عليها كده يا رجالة. نص ايه. ودي تبقى بكام برضو؟ نص ايه. طيب. إذا كانت القوة على الشحنة موجب كيو بتساوي صفر، احسب لي نسبة الكيو واحد للكيو اتنين بتساوي كام؟ احسب لي نسبة الكيو واحد إلى كيو اتنين بتساوي كام؟ طيب مين يقول لي؟ ها يا باشمهندس فكر كده معايا. هو قال لك إن القوة المؤثرة على كيو بتساوي صفر. انسى بقى ان هي بتساوي صفر. اعمل ايه؟ اجيب القوه. جيب لي القوه كده. في كم قوه على كيو سمول دي يا جماعه؟ اثنين. واحده بينها وبين كيو واحد، واحده ثانيه بينها وبين ايه يا جماعه؟ كيو اثنين. في حاجه ثالثه؟ لا. انا لو عندي في مساله قوتين محصلتهم الاثنين هيكونوا على محور اكس، مش كده ولا ايه؟ محصلتهم بصفر. ايه الشرط بتاعي هنا؟ الراجل اللي قاعد ورا دوت. قوتين محصلتهم بصفر. وقال لك حدد لي اتجاهاتهم الافتراضيه وحدد لي قيمهم الافتراضيه. تمام. الاثنين يكونوا عكس بعض وايه يا جماعه؟ وبيساووا بعض، يعني متساويين وايه؟ متضادين. يبقى انا هقول ايه؟ افترض، كله فرض. مش مديني اي حاجه. هفترض أن القوة الأولى F1 ناحية الشمال والقوة الثانية F2 ناحية يا جماعة؟ اليمين. كده أنا عملت إيه؟ خليت القوتين مالهم يا جماعة؟ عكس بعض. أعمل إيه بعد كده؟ أنا أعمل إيه بقى من نفسي؟ أساويهم ببعض، أقول إيه؟ لكي تكون القوة بتساوي صفر، هقول لازم تكون F1 بتساوي كام يا جماعة؟ F2.
طيب عايز واحد شاطر يقول لي كده كيو واحد وكيو اتنين اشارتها تبقى ايه على حسب الوضع دوت زي بعض ولا عكس بعض؟ طيب نسأل واحد ويجاوب. ها باشمهندس زي بعض في الاشارة جبتها منين؟ بص على الرسمة القوة اف واحد ما بين كيو وكيو واحد الكيو واحد هتبقى موجبة ولا سالبة؟ ها؟ سالبة. ليه قوة يا جماعة؟ تجاذب. بص كده معايا انسى دي خالص انسى دي موجبة دي راحت كده راحت لها يعني انجذبت ليها. طب ما هي دي موجبة يبقى عشان تنجذب ليها تبقى دي لازم تكون يا جماعة سالبة ده فرض من عندي. طيب اف 2 بتشد الكيو نحو الكيو 2 مش كده؟ يبقى الكيو 2 برضو يا جماعة يعني ده معناه ان الاثنين دول زي بعض. طب متى يكون الاثنين موجبتين؟ طب عملت ايه يكون الاثنين زي بعض في موجبتين؟ لو عملت ايه؟ لو ايه بس؟ لو بدلت القوتين لو واحد هو بيشتغل لك ايه؟ ده انا هخلي دي اف 2 واف 1 حل هيبقى صح. بس هيكون دي موجب ودي يا جماعه برضه موجب. يعني في كلا الحالتين الكيو واحد والكيو اتنين لهم نفس الإشارة. ده اللي أنا قصدي عليه. خلاص؟ نحل. يلا يا باشمهندس. اجيب لي الإف واحد. إف واحد ما بين إيه وإيه؟ ما بين كيو واحد وإيه؟ وكيو بس من غير اتنين. ها؟ المسافة بينهم بكام يا باشمهندس؟ دي لدي. واحد ونص ليها كام؟ الراجل اللي جنبه يلا يا باشمهندس كي ها؟ ايوه على مسافه بين دي ودي بكام يا جماعه؟ نص الكل الكي مع الكي والكيو مع الكيو والاي مع الاي والاثنين مع الاثنين اختصر يبقى كيو واحد على كام؟ 9 بتساوي كام؟ يبقى كيو واحد على كيو 2 بكام يا رجاله؟ بموجب 9 واسيب الايه؟ ليه قلنا موجب مش سالب؟ عشان هما الاثنين زي بعض في الاشاره الاثنين ايه يا اما سالبتين يا اما الاثنين يا جماعه موجبتين. طيب لو انا قلت لك ان الموجب كيو دي عند اكس بتساوي موجب 3 على 2 ايه ماذا تفعل؟ ايه الجديد؟ شغل دماغك معايا شيل دي وشيل دولي خالص. ها بقت فين الشحنه الجديده؟ هنا كده. دي بايه؟ يبقى دي بكام؟ هعمل نفس الكلام لكي يكون القوه بتساوي صفر لازم يكون القوتين برضو يا جماعه عكس بعض وبيساوي بعض. طيب باشمهندس تتوقع كده انهي واحده فيهم موجبه او الشحنتين اللي باقيين دولي على حسب الرسمه اللي انا راسمها دي ايه علاقتهم ببعض من حيث الاشاره؟ هتبقى الكيو واحد موجبه تمام الكيو دي مع الكيو دي عملت قوه ايه يا جماعه؟ بص كده معايا تنافر يبقى دي زي دي الاف 2 ما بين دي ودي قوه ايه يا جماعه هنا؟ تجاذب. يبقى دي يا جماعه ايه؟ يبقى ده معناه ان الكيو 1 والكيو 2 عكس بعض في الاشاره. عكس بعض في الاشاره. باشمهندس هنعمل ايه بعد كده؟ اعمل اجيبهم ازاي يعني؟ احطهم في ايه؟ هساوي الاف 1 برضه بايه يا جماعه؟ ها؟ الراجل اللي على يمينك ده يقول لي يلا يا باشمهندس اف 1 بكام؟ ايوه تمام الراجل اللي على يمينك يلا اللي بعده ها كي كيو 2 بس ايوه على نص ايه تربيع واجيب الايه يا جماعه بس احط ايه يا جماعه بقى بينهم لما اجي اجيب النسبه احط من عندي كده ايه
اقول له الاشاره السلبيه دي بتدل ان ايه؟ ان واحده منهم الاثنين عكس ايه؟ عكس بعض في الاشاره. الكلام ده فيه اشكال كده يا جماعه؟ ده فكره ثانيه من افكار الايه؟ المسائل اللي بالشكل دوت. طيب في فكره ثالثه بقى، لو اداني بندول بس في خيطين وفي نهايه كل خيط كتله، والكتله دي قد الكتله دي ودي مشحونه ودي مشحونه، وقال لك ان الزاويه دي بال 30 درجه، جيب لي قيمه الاكس مثلا او دي بسيتا مثلا عشان نخليها جنرال شويه. الجسمين دول كان اساسهم كده صح يا جماعه؟ لما اتشحنوا عملوا كده، يبقى الاثنين مالهم؟ نفس الاشاره، نفس اشاره الشحنه. طيب الفري بادي دياجرام هحطه على احدى الجسمين، مش على الجسمين مع بعض، على واحد منهم. في اول حاجه هنا يا جماعه زي ما احنا متفقين وزن، وفي هنا ايه؟ شد. طيب ايه تاني بقى؟ ايه تاني؟ قوة التنافر. قوة التنافر هتبقى ماشية ازاي؟ ها يمين كي كيو في كيو بيكو تربيع، المسافة بينهم بكام؟ اكس تربيع. أعمل إيه بعد كده يا رجالة؟ بقول لك إن الجسم ده الزاوية سيتا ب 10 مثلا، يبقى ده وضع اتزان على طول. طالما الزاوية سيتا ثابتة يبقى ده وضع يا جماعة اتزان. هنعمل ايه الاول قبل ما نقول بقى دي مايله نحللها؟ يبقى هنا تي دي كام يا جماعه برضو؟ تي كوزاين سيتا، وهنا تي ساين سيتا. الجسم ده متزن، يبقى مجموع القوى في اكس بصفر وواي بصفر، يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت واللي الشمال بيساوي اليمين، يبقى تي ساين سيتا تساوي كي كيو تربيع على ايه؟ طيب ايه تاني؟ تي كوزاين ايه؟ بتساوي كام يا رجاله؟ ام جي. هعمل ايه بعد كده؟ احنا حافظين من الترم الاولاني، طالما ان خليتها ساين وكوزاين نعمل ايه؟ هنقسم، هنقسم الاولى على الثانيه عشان تديني تان سيتا تساوي كي كيو تربيع على اكس تربيع على ام جي، وكمل انت بقى مع نفسك الحل. انا بديك الفكره العامه، تكمل مع نفسك بقى الايه؟ باقي الحل. الكلام ده فيه اشكال؟ احنا كده اخذنا كام فكره؟ ها كام؟ ثلاث افكار. خلاص ده كده بالنسبة لأفكار المجال الإيه؟ اللي القوى الإيه؟ الكهربية. هنخش بعد كده في المجال الكهربي. أخدنا مجال الإيه؟ الجاذبية. حد فاكر مجال الجاذبية كده كان بيساوي كام؟ وإيه رمزه؟ وكان بينشأ إزاي؟ مين اللي عارف بس يرفع إيده كده؟ ها اتفضل يا باشمهندس. لا مش أنت. ها ما طلعتش معاهم. أيوة يا باشمهندس. الجي بتساوي جي ام على ار تربيع. طب كانت بتنشا ازاي؟ بتنتج من ايه؟ ها؟ بتنتج حول اي كتله. كان المجال ده رايح لكتله ولا خارج منها؟ خارج منها ولا رايح ليها؟ المجال يا جماعه، مجال الجاذبيه الارضيه رايح فين؟ خارج من الارض ولا رايح للارض يا جماعه؟ رايح للمركز. فهنا برضو عندي فيه الالكتريك فيلد. المجال الكهربي. الترم سهل بس عايز ناس تذاكر. ناس تذاكر يا جماعه. كهربيه سهله بس انت لازم تذاكرها اول باول لانها معتمده على بعضها. هتمشي ثلاث فصول او اربع فصول ورا بعض او خمس فصول ورا بعض، كله معتمد على ايه؟ على بعضه، عمال تجمع. لو فهمت من الاول والموضوع مشي معاك من الاول هتلاقي الموضوع بعد كده كويس. خلاص؟ المجال الكهربي رمزه ايه؟ ما هو مميزات خطوط، انا اقول لك ايه؟ ما هي مميزات خطوط المجال الكهربي؟ لو جه واحد قال لك قول لي مميزات المجال الكهربي، ايه مميزاته؟ اولا المجال الكهربي بينشا من اي شحنه؟ اذا كانت الشحنه موجبه المجال خارج منها في جميع الاتجاهات، واذا كانت الشحنه سالبه المجال رايح ليها من جميع الاتجاهات. في هنا لبس بيحصل عند بعض الطلبة، يقول لك ايه؟ المجال الناتج من الشحنة السالبة
المجال الناتج من الشحنه السالبه، فبيروح عامل المجال ايه؟ طالما اسمه ناتج يبقى ايه؟ ها؟ خارج. لا يا باشمهندس، ناتج يبقى بيحيط بالشحنه السالبه. المجال المحيط بالشحنه السالبه بيبقى رايح ليها. المجال المحيط بالشحنه الموجبه بيبقى يا جماعه خارج منها عشان احدد ايه اتجاهاته. طيب خطوط المجال، لو قال لك المجال قوي بيعمله لي كده، خطوطه متقاربه. المجال لو ضعيف بيعمله لي كده. فانت لو في مساله مثلا قال لك ايه المجال في انهي منطقه اكبر، او ارسم لي المجال خطوطه عامله ازاي، فلو حته فيها المجال قيمته عاليه بتعمل ايه خطوط المجال؟ تعملها متقاربه مع بعض، يبقى كثافه الخطوط كتيره في وحده المساحه. لكن اذا كان المجال ضعيف بتعمل خطوطه ايه يا جماعه؟ متباعده. يبقى عدد خطوط المجال بيدل على شده المجال. المجال الناتج من الشحنه الموجبه وفي جنبها شحنه سالبه، لو الشحنتين جنب بعض كده المجال بيمشي ازاي؟ اولا في مجال خارج من الموجب بيمشي، وفي مجال جاي ليه يا جماعه؟ لكن في المنطقه اللي بينهم ايه اللي بيحصل؟ بيحصل زي اديشن او جمع. المجالات بتلاحق بعض وبتتجمع. مجال المجال الناتج من الشحنه الموجبه بيتجمع على المجال الناتج من الشحنه السالبه وبيديني مجال قوي اقوى من المجال بتاع كل واحده على حده. بيتجمعوا على بعض. طب اذا كان في شحنتين موجبتين المجال هيمشي ازاي يا شباب؟ حد يعرف يرسم كده خطوط المجال؟ ده خارج وده خارج، ده ما فيش اشكال عليه خالص. طب اللي هنا بقى اللي ضد بعض دول يعملوا يعني يتعملوا ضد بعض يا جماعه؟ يقلوا خالص، يقلوا، يبقوا صغيرين. يعني المنطقه دي يكاد يكون المجال فيها ضعيف منعدم. طيب لو جينا خط مجال ماشي كده وخط مجال ماشي كده يتقاطع معايا؟ قال لي لا. نيفر كروس، يعني ايه نيفر كروس يا جماعه؟ لا تتقاطع بعضها مع بعض، خطوط المجال ما تتقاطعش مع بعض ابدا، تتنافر. خلاص؟ ده بالنسبه لايه؟ لتوزيع او خطوط المجال الايه؟ الكهربي كمميزاتها البروبيرتيز بتاعتها. قانون المجال بقى. اتفضل. يعني ايه خطوط محدده؟ المجال بيعتمد على مصدره. مصدره هو الشحنات. طب الشحنه كبيره يبقى المجال هيبقى قوي. ويعتمد على المسافه اللي بيقطعها المجال. زي ما احنا هناخد دلوقتي. ماشي؟ المجال مش له خطوط معينه ماشي فيها ستريت لاين، لا ممكن يزيد ممكن يقل. واضح؟ على حسب شكل الشحنه، لان احنا بناخد شحنه نقطه دلوقتي. ممكن في بعض الاحيان يبقى الشحنه عباره عن بليت. عباره عن كوره. عباره عن لاين. فدي كلها بتختلف الايه؟ الشحنات. احنا بناخد ابسط حاجه اللي هي عباره عن ايه؟ شحنه عباره عن ايه؟ بوينت، نقطه صغيره. خلاص؟ التعريف الاولي للمجال يا باشمهندس هو القوه المؤثره على وحده الشحنات. طبعا احنا عارفين وحده قياس الايه القوه طبعا، مش كده ولا ايه؟ يبقى من المعادله دي ما هي وحده قياس المجال الكهربي؟ رد عليها يا شباب، عايز الناس تقول معايا كده بس عشان ايه الساعه 2 والدنيا ايه يعني في النوم، يعني احنا كده وصلنا درجه النوم دلوقتي. يبقى المجال وحده قياسه ايه من المعادله دي؟ نيوتن على الكولوم. لو انا جيت اقول لك يا باشمهندس ان المجال الكهربي هو عباره عن قوه مؤثره على وحده الشحنات، يبقى انا كده هيترسخ في ذهني ان المجال تاثيره بقوه، هياثر بعد كده بايه يا جماعه؟ بقوه، طالما قلت له هو القوه المؤثره على وحده الشحنات. طيب دي وحده قياس المجال. عايز اجيب المجال الناتج من اي شحنه، الالكتريك فيلد ديو تو ابوينت تشارج. المجال الناتج من اي شحنه هيساوي ايه؟ اي تساوي كي كيو على ار تر بي. واحد يجي يقول لي القانون ده عايز واحد يفصله لي كده، يفسره.
المجال اي هو عباره عن المجال الناتج عن شحنه قيمتها كام؟ كيو. على مسافه قد ايه من الشحنه؟ على مسافه ار من الشحنه دي. يعني سيادتك لو في شحنه هنا اسمها كيو وعايز اجيب المجال على مسافه ار عند النقطه دي اعمل ايه؟ المجال بيساوي كام؟ كي كيو على ار تربيع. الكيو دي بقى احط اشاره ولا ما احطش؟ لما احنا متفقين ما تحطش خالص. طيب اعمل ايه باشاره الشحنه؟ احدد بيها اتجاه المجال. اذا كان اذا كانت الشحنه موجبه المجال هيبقى يا جماعه خارج منها طالع منها. اذا كانت الشحنه بتاعتي سالبه يبقى المجال يا جماعه بيتجه اليها، متجه للشحنه. طيب هناخد مثال على الكلام دوت، ركزوا معايا. لو انا اديتك مستطيل 4 × 3 ودي شحنه 5 μC ودي شحنه −6 μC ودي شحنه 7 μC، قلت لك جيب لي المجال عند نقطه بي، احسب لي المجال عند بي، المجال وليس القوه. عند النقطه بي في كام مجال يا باشمهندس؟ 3 مجالات. 3 مجالات ناتجين من كام كتله، من كام شحنه؟ 3 شحنات. احدد اتجاه المجالات. المجال الناتج من الشحنه دي هيبقى ماشي ازاي يا جماعه؟ انا عايز اجيبه هنا، انا بتخيل معايا ان دي موجبه صح؟ المجال بتاعها ماشي كده. عايز خط المجال اللي هيخرج من 7 يروح لبي، هيبقى ماشي ازاي يا جماعه؟ كده. هنسميه اي واحد. اي واحد بيساوي كام؟ قول لي القيمه على طول. 9 × 10 = 9 ها؟ 7 تمام. مايكرو المسافه بكام بقى دي؟ 3 بس ولا 3 من 100؟ 3 من 100. طيب المجال الناتج من الشحنة 5 يبقى ماشي ازاي؟ عند بي برضو يبقى ايه؟ E2. يلا باشمهندس قول. ايوه تمام. بكام ده؟ 5 من 100 تربيع. طيب المجال الاخير دي سالبه، عايز اجيب المجال هنا، اعمل ايه بقى؟ كده ولا كده؟ ناحيه الشمال رايح لايه؟ للشحنه. في ناس بتتلخبط تقول لك ايه هو المجال رايح للشحنه؟ اه رايح للشحنه. راح منين بقى؟ هو اصلا جاي من اساسه ايه مصدره؟ هو الشحنه بس ايه؟ فبيعدي على بي. واضح كده يا باشمهندس؟ وبيروح بيتجه للشحنه. وايه 3 برضه نفس الكلام، بس ناخد بالنا في حته هنا ان دي سالبه، احط السالبه ولا ما احطش؟ ما احطش التالي. طيب الخطوات اللي بعد كده واضحه ولا مش واضحه؟ اعمل ايه بعد كده نتوقع كده؟ هنعمل ايه بعد كده؟ هنحلل انهي قوه انهي مجال بقى؟ E2 يبقى في واي وفي ايه؟ في اكس وفي واي. وبعدين نجيب الاي اكس ونجيب الاي واي والاي توتال والسيتا، نفس الايه؟ نفس القصه خلاص. طيب في فكره ثانيه تكملها انت بقى في البيت ديت، والفكره دي برضو تكملها في البيت. لو انا عندي مربع طول ضلع ايه ودي شحنه ودي شحنه ودي شحنه، دي ب2 كيو 1 ودي ب3 كيو ودي بسالب كيو، وقال لك ان المجال عند بي بيساوي صفر. لو كان المجال عند النقطة بي بيساوي صفر، كالكيوليت كيو 1 ان ترمز اوف كيو، احسب لي قيمة الكيو 1 بدلالة الكيو تساوي كام؟ روح البيت حل المسألة دي فانقلها معايا كده يا باشمهندس. ماشي؟ هو القوة المؤثرة على وحدة الشحنات، لو انا ضربت طرفين في وسطين هيبقى الاف اي بيساوي كيو في يا جماعة؟ في الاي. ده هام جدا.
القانون ده اساس في الكهربية. ده انا حاطه في مربع ده. ده اساس في الالكتروستاتيكس. يعني بمعنى اصح عمرك ما تنساه ابدا. ان القوة الكهربية بتساوي الكيو في الاي. استخدمه ازاي بقى؟ الاساس ده بستخدمه ازاي؟ قال لك والله يا باشمهندس انا عندي مجال ماشي كده. مجال منتظم. مصدره غير معروف، مش لازمني. ورحت رامي جوه هذا المجال شحنة قد تكون موجبة أو سالبة. عند وضع شحنة موجبة أو سالبة داخل مجال كهربي. ده أساس ما ننساهوش. ما تأثير المجال على الشحنة؟ احنا قلناها من شوية. المجال بيؤثر بايه في الاخر يا شباب؟ بايه يا جماعه؟ ردوا عليا يا جماعه. بقوه. عند وضع شحنه موجبه داخل مجال فان هذه الشحنه ستتاثر بقوه مع المجال. واذا وضعنا شحنه سالبه داخل المجال فان هذه الشحنه السالبه تتاثر بايه يا جماعه؟ بقوه مع ولا عكس المجال؟ عكس المجال. ده طبيعه المجال، ما حدش يقول لي جت منين. ده طبيعة المجال الكهربي. قيمة هذا المجال، قيمة هذه القوة بتساوي ايه يا جماعة في كلا الحالات بقى عندي؟ ما بتختلفش القانون. هو حاصل ضرب الشحنة في المجال. يبقى القاعدة الأساس العلمي دوت بيقول لي لو أنا حطيت شحنة داخل مجال كهربي منتظم، ايه تأثير هذا المجال على هذه الشحنة؟ الشحنة ستتأثر بقوة. إذا كانت الشحنة موجبة فإن القوة مع المجال. وإذا كانت الشحنة سالبة فإن القوة عكس المجال. وفي كلا الحالات القوة بتساوي كيو في الإي. إزاي تيجي في مسألة؟ إزاي تيجي في مسألة؟ رقم واحد، الحالة الأولى هجيب لك بندول واروح جايب مجال كده. هنا يا باشمهندس ايه اللي حصل؟ عايز حد يحط لي الفري بادي دايجرام للجسم ده. البندول كان اساسه كده. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ايه اللي شده كده يا رجاله؟ ما ترد عليا. قوه ايه؟ المجال. يبقى الشحنه بتاعه الجسم ده موجبه ولا سالبه؟ موجبه على طول. اشمعنى؟ لانها اتحركت مع المجال. ابدا احط الفري بادي دايجرام، وزن الاسفل، شد وقوه المجال بتساوي كم قوه المجال؟ كيو في. طبعا في ناس كتيره بتروح حاطه ايه بقى؟ بتروح حاطه ده كده اي بس. دي كارثه. ليه كارثه؟ ليه لو انا شلت الكيو دي ايه الكارثه في كده يا رجاله؟ انا بعمل فري بادي دايجرام، يبقى كل حاجه فيه لازم تكون ايه؟ قوه. دي مجال، هل المجال قوه يا رجاله؟ لازم اعمله ايه؟ اعمل فيه عشان احوله لقوه، اضربه فيه يا جماعه واكمل بقى مع نفسك. طيب مثال تاني، عايز واحد يقول لي كده اتوقع لو كان الجسم ده موجب وده سالب. فكر معايا كده، الفري بادي دايجرام للجسم ده هيبقى ايه؟ طبعا غير الوزن، خلاص احنا عارفين بقى وزن وايه وشد، معروف ده مش هنتكلم عليه. طبعا ايه الجديد؟ في كام قوه كهربائيه هنا؟ اثنين. ما تغافلش عن القوتين او واحده منهم. ما بين الموجب والسالب في قوه، اقدر ان انا الاشيها؟ لا. كي لو قلنا دي قد دي فرضنا، يعني كيو تربيع على ايه يا جماعه؟ على ار تربيع. السلام عليكم. اللي هو القوه اللي بينجذب بيها كيو لكيو السالبه، كي كيو تربيع على ار تربيع. طيب ايه تاني؟ في ايه يا جماعه؟ خليكم مصحصحين كده معايا شويه. في قوة تانية ولا مفيش؟ ولا نروح على كده خلاص؟
قوة المجال بتساوي كام بقى؟ كيو في المجال. يبقى في عندي قوتين كهربيتين مع الوزن والايه؟ وقوة الشد. طيب عايز واحد؟ ايوه يا شمس. حاضر ماشي كده كويس. لا لا هو شغال مفيش مشاكل. ها عايز واحد ايه فاهم مش حافظ يقول لي هنعمل ايه هنا. ها الفري بودي دياجرام وزن وشد ايه بقى تاني؟ القوة المجال ده 3i زائد 5g يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى في كام قوة هنا؟ اثنين. واحدة فين وواحدة فين؟ واحدة في اكس وواحدة في واي. عرفناها منين؟ المجال ده ليه مركبتين، مركبة في اكس بكام؟ اهو بيعمل كيو اي اكس. عرفتوا منين اللي هو موجب بقى مش سالب؟ الإشارة. طب ايه تاني؟ الخمسة ده المجال بتاع الواي، رايح فين بقى؟ يروح عامل قوة معاه على طول. نفس الكيو بس في اي واي. يبقى المايل ده خلاص شلته ملوش لازمة خالص. حطيت تحليله في واي وايه؟ وفي اكس. طبعا عندي وزن بعد كده وايه؟ قوة الايه؟ الشد. دي أفكار للايه؟ مسائل. معايا يا باشمهندس؟ طيب ده بالنسبة لي قانون القوة وعلاقتها بالمجال الايه؟ الكهربي. في حد ليه اي سؤال في الجزئيه دي؟ اي سؤال يا رجاله؟ ها؟ طيب. في تطبيق عملي ابلكيشن على هذا القانون وتاثيره. حاجه اسمها الالكتريك داي بول. انتوا في المحاضرة اعتقد وصلتوا ليه ولا عديتوه؟ ولا لا تدروا عنه شيء؟ ها؟ خدتوا الالكتريك دايبول؟ خلص؟ خلصتوا لو عديه كمان؟ حلقة والرد والحاجات دي؟ حلقة والنص الدايرة دخلتوا في جوس ولا ايه؟ في جوس؟ نعم؟ ماشي. يعني أول محاضرة وصلتوا لغاية الكلام ده؟ يعني عديتوه؟ تمام. كويس كده. في عندنا حاجة اسمها ذا إلكتريك دايبول. مزدوج القطب الكهربي. ده أبلكيشن. محتاج واحد بيفهم يعني إيه؟ عايزين واحد إيه ياخد الموضوع إيه؟ مش حفظ وحط معادلات ورا بعض، لأ، عايزك إيه؟ تفهم الموضوع على بعضه. خلاص؟ الالكتريك دايبول ده عباره عن ايه يا باشمهندس؟ بنسميه مزدوج قطب كهربي. عباره عن ايه؟ عباره عن شحنتين قد بعض في القيمه وعكس بعض في الاشاره. قد بعض في القيمه وعكس بعض في الايه؟ في الاشاره. وفي بيبقى في بينهم مسافه معينه وليكن دي مثلا. حد يتخيل معايا في الواقع العملي في الحياة العملية بتاعتنا، هل في دايبول موجود في الناتشرال في الطبيعة بدون تدخل بشري؟ ها؟ ايوه ها قول. الذرة، ذرة عبارة عن ايه؟ النواة فيها ايه؟ بروتون موجب. وحوالين الذرة في ايه اللي بيلف؟ الكترون. ماله؟ مش ده كده دايبول يا جماعة؟ ما هو دي شحنة قد دي وفي بينهم ايه يا جماعة؟ نصف قطر المدار، مش كده ولا ايه؟ اللي هي الار، يعني الار دي اللي هي اكنها الدي. يبقى أي ذرة بتحتوي على دايبول. لأنها بتحتوي على الكترونات موجبة سالبة وبروتونات موجبة والاثنين قد ايه يا جماعة؟ قد بعض في الايه؟ في القيمة. يبقى ده دايبول. طيب ده كده اسمه الكتريك دايبول. هنعمل جدول بسيط
يا ريت الناس، يا ريت يعني الناس تتعب شويه معايا وتكتبوا يعني او ايه تنقلوا، بس بعد ما نخلص، بعد ما نخلص خالص يبقى تكتبوا معايا البروبرتيز او البروبرتي اللو بتاعته والنوتس. هناخد اول حاجه اسمها المومنت اوف دايبر. لو انا جاي كده مش فاهم حاجه يعني او مش عارف ما حضرتش السكشن يعني، وانا خارج من السكشن هسالك وانت داخل